شنو المشكل اللي عندك؟ علاش جيتي للمحكمة؟ جيت للمحكمة على راجلي، ما بقى يبغي يبيع لي حشيش لا والو. خرج كان عام تاع مشدود، خرج متدين كيصلي، ما بقى يبغي يبيع لي حشيش لا والو. هذا ركب معاه في الطوموبيل صاحبه، هو عنده الحشيش وعنده الفانيد. صاحبه عنده الحشيش وعنده الفانيد في الطوموبيل، هو مو السلعه. راجلي غير ركب معاه داك النهار، عيط لي قال لي نمشيو نتقهواو. ملي ركب معاه شدوهم، انا مريضه عندي مرض مزمن، كنشرب دواء ديال الاعصاب، عندي مرض نفساني، ما كاينش اللي خدام علينا الا هو. خرج قال لي غندير كروسي ديال الخضره، غنبقى نبيع ونشري، ما بقيت بغيت نمشي لها الحبس لا والو. عيط عليا داك النهار، مشى خرج معاه شدوهم البوليس، حصل عندهم المونتيف عند السيد مو الطوموبيل، ماشي عند راجلي. راجلك مشى معاه؟ مشى معاه في الطوموبيل، ركب معاه، مشى معاه في الطوموبيل، ركب معاه، شدوهم البوليس، عيطوا لي قال لي راجلك معتقل هو والسيد مو الطوموبيل طارق. هو خد عام وراجلي عامين، راجلي داروا لي غير مشاركه وخد عامين. علاش خد عامين؟ هو خد عام ديال الحبس، اللي مو الطوموبيل ومو السلعه. راجلي بقى يبيع الحشيش لا والو، قال لي صافي انا غنقابل وليداتي. راجلك كان عنده صوابق؟ كان عنده صوابق، ولكن ما بقاش بغى يمشي للحبس. نهار خرج قال لي صافي ما بقاش بغى ندخل للحبس لا والو، انا غنقابل وليداتي بالله قسم الله. حنا غير ساكن غير في الكاريان عشوائي، ماشي لاباس علينا، ماشي على قد حالنا. انا صابره مع وليداتي ومريضه، ما كاد لا نخدم لا نمشي ندير ميناج لا والو. عندي مرض نفساني، ها هي الدواء ديال الطبيب، ها هي شهاده ديال الطبيب ديالي، ما عندي حتى شي صنعه، ما خدامه ما والو. دوك الوليدات عندك وليدات؟ عندي ثلاثه الوليدات، عندي واحد عنده 17 عام والدريه 14 عام والصغيره 12 عام. عندي وليداتي وانا مريضه، ما قادش نمشي نخدم عليهم. واش هذا منكر اللي خاد؟ هو عام وراجلي عامين، وراجلي داروا لي غير مشاركه، هو مول السلعه وهو مول الطوموبيل. هو مول السلعه؟ هو مول السلعه، هو اللي مول الطوموبيل، هو اللي حصلت عنده. خصو عنده جوج تيليفونات ديولو، راجلي عنده غير تيليفون نوكيا، ما عنده لا فلوس في جيبو الا تيليفونات لا والو. عنده تيليفون نوكيا اللي شدو معاه، ما عنده حتى شي حاجه. مول الطوموبيل يلقاو عنده السلعه، راجلي ما عندوش. باش تصرفي على ولادك؟ ما عنديش، كيحنوا عليا خواتاتي، كل وحده كتجيب لي شويه الزيت شويه السكر شويه اتاي. غادا معاهم مع الوقت، صابره معاهم باش ما عطا الله. دابا اش داروا مع راجلك؟ خاد عامين، والسيد الاخر خاد عام، اللي صاحبه هو مول السلعه ومول الطوموبيل. مول السلعه خدا عام وراجلي خاد عامين. علاش؟ ما عرفتش انا علاش، ما عرفتش هاد الشيء، ما عرفتش هاد الشيء علاش خاد هو عام وراجلي عامين. انا ما عرفتش، ما عرفتش المشكل. وراجلك ما معترفش المحضر ولا ما معترفش المحضر، ما مسيني فيه، ما معترف داك الشيء ديالو، ما والو، ما معترفش. السلعه ماشي ديالو. شحال هو باش خرج من الحبس؟ خرج غير شهر، ما بقاش كيبيع. داروا لي العوده شهر. ما خرج غير شهر تاع الايام. عنده العوده السريعه؟ ما يعني ما مشاش كيبيع ولا مشى معاه في الطوموبيل، ركب معاه قال لي يلاه نمشيو نتقهوا. داك النهار انا جالسه عيط ليه، ما بقاش بغى يبيع لا حشيش لا والو. قال لي بارك الله قسم الله ناكلوا مع وليداتي، ما بقاش بغات تمشي للحبس. ودابا هو خاد عام اللي مول السلعه واللي مول الطوموبيل، وراجلي خاد عامين. علاش؟ باش تطالبي ليه؟ كنطالب على حقه، انا كنطالب على يديروا معايا حل في السيناف. راجلي راه ما كيبقى كيبيع لا حشيش لا والو، يديروا معايا حل. انا ما عندنا خدامات، عندي ثلاثه الوليدات مقهوره مع الزمان. ها هي انت شهاده طبيه ديال الطبيب ديالي، عطيها لي بان 6 سنين وانا كنسواني على مرض نفساني، ما قاد لا نخدم على الدراري لا والو. لا قسم الله كناكلوا معاهم وانا شاده مصابره. شكون اللي تيصرف عليك؟ خواتاتي ووالديا كيحنوا عليا، كل سيمانه كيجيب لي واحد شويه خضره شويه. لا قسم الله كنمشي مع ولادي على باش ما عطا الله. انا صبرت عام، قال لي صافي ما عمرني ما نبقى نبيع هذا الشيء. وخرج وكيصلي وما بقى كيشرب ما والو. ومني مشى معاه هذا، راه مشى معاه للحبس، خاد عامين وهو خاد عام. علاش مشى معاه؟ مشى معاه، مشى معاه، هو مشى عيط لي في التليفون قال لي يلاه نمشيو نتقهواو. شحال ما شتك من خرجتي، مني مشى راه مشى معاه للحبس. عامر الاخر ما كانش عارف عنده لا ما عارفش عنده السلعه، هو مول الطوموبيل، هو مول السلعه، وقلبوا في جيوبه ولقاو عنده، وراجلي ما عنده والو. خاد عامين، ما برقوش، ما برقوش، ما عرفتش باش يقسم معاه الحبس. باش يقسم معاه الحبس، راه ما برقوش. ماشي قال لهم لا راه غير ركب معايا الطوموبيل ديالتي، لا ما برقوش. قال لهم السلعه ديالنا بجوج. ما عرفتش انا داروا، واش داروا لي مشاركه ما عرفتش. ما انا راجلي ما بقاش كيبيع الحشيش. متاكد شي شي فاكر بان الاخر ما بقاش كيبيع. الاخر خاد عام، سولت انا سولت في الحكم ديالو، قال لي باهيش الحسين خاد عامين وطريق هذا غانيم خاد عام. انا سولت في الحكام ديالهم،
بجوج مشيت للمحكمة وسولت. فريق غانم خد عام تاع الحبس، وراجلي خد عامين باه يمشيو الحسين. واش طالبين؟ كنطالب يديروا معايا حل في السيناء، في راجلي يخرج ولا يديروا معايا حل، يعطيو حقي، يعطوني حقه، يعطوني حقي، حيت ما عنديش اللي خدام عليا، ما كاينش اللي كيصرف عليا الا هو. انا ما خدامه، ما قاريه، ما والو. دوك الاولاد انا قهروني مع الزمان على عامين اجل ما يدوز عليا. تقهرت. شحال دوز في هذا؟ يلاه 4 شهور. الله يدير شي تاويل. امين. راه كنوب على هاد المتهم اللي كان متابع من اجل المشاركه في تجاره المخدرات، بينما الشخص الاصلي واللي هو الفاعل الاصلي كان عنده التجاره في المخدرات. هذه ممكن ديالي في الحقيقه انا نظرا للظروف الاجتماعيه القاهره والظروف النفسانيه ديال مرتو وديال وليداتو، لانه كان معتقل. انا في الحقيقه اول مره كنتطوع وبجديه، وما يمكنش نسكت على هذا الشيء، لان ما عندهمش. يلا خرج من الحبس، قال لي صاحبه يلا شرب معايا قهوه. صاحبه هو اللي كيتاجر بالمخدرات، ورغم ذلك داروا لي في النيابه العامه التجارة في المخدرات، والموكل ديالي داروا ليه غير المشاركه في التجاره. وبينما ان السياره ديال هذاك المتهم الرئيسي والبورتاب ديال المتهم الرئيسي، المخدرات ديال المتهم الرئيسي اللي كانت في الحكم، تفاجات اولا الاسم ديالي ما داروش شي صحيح، داروا ناس سميتي رشيد خيار. انا زينب خيار، ودايرين الاخر ما كانش عنده محامي، داروا لي واحد السميه بلا كنيه بلا سميه. ما فهمتش هذا الحكم كي داير. قال لك راه عاون هذاك التاجر الاصلي، راه عاوني الظروف الاجتماعيه، وما عندنا بنت ولد، خاصهم يراعوا الظروف الاجتماعيه ديال هذا الشريك اللي عاد خرج من الحبس وعنده ظروف مزريه. قسما بالله الا ذهب، راه مرتو تقول لكم انا تطوعت باش تنوب هذا الميت ابتدائيا واستلافيا ومجانا، لان ما عندهم حتى ما ياكلوا، ما عندهم ما يمكنش. انا حيت شفت الحاله الوضعيه ديالهم الاجتماعيه، وعندهم ثلاثه وليدات، وهذا مريضه نفسيا. علاش هاد السيد يعفو عليه الله؟ باغي يسد الطريق على الناس اللي كيعفوش عليهم الله، راه الله كيعفو على الجميع. ولكن ما يمكنش تاع حيت كان شي مره في تجاره المخدرات، تجي انت وقت ما قيتيه مع غادي مع واحد وعارفو واش هاز في السياره ديالو، وما بقاش كيبيع المخدرات. يلاه خرجت. استاذ هذيك العامين ما يقدرش يكون خداع العوده حيت يلاه خارج بشهر. لا ما خارج بزاف، عامين على العوده، ولكن الاخر هو مول المخدرات، على الاقل خاصو ياخذ بحالو بحالو، عنده المشاركه. ما يمكنش الظروف تخفيف، ما عنده، قال لك اجتماعيه، ظروف تخفيف اجتماعيه. ظروف يشافوا الظروف الاجتماعيه، الظروف الاجتماعيه يعني العائله والمجتمع. اما ها هو ما عنده حتى ولد، هذا عنده ثلاثه، مرته منحطمه نفسانيا، ما عنده ولا فلوس حتى والو. خاصنا نشوفوا الظروف الاجتماعيه ديال هذا السيد. وراه الناس ماشي حيت دخل الحبس مره غيبقى يدخل ديما الحبس، ديما تلصقوا ليه الموسيقى. راه ما يمكنش، راه ما كانش عارفوا هذا الحشيش، راه ما كانش باغي يرجع للحشيش. انا شفتهم يخرج من السجن، قال لي عمرني ما نبقى نمشي لديك الطريق، خاصني نعيش هاني. عيا السيد عيا، ما ياخذ حق الله. استاذ باش تطالبوا اليوم؟ كنطالب انا باش احنا ستلميذ، خاصة الامور ترجع لنصابها، باش يحكموا بالعدل في هاد البيت، لان هاد البيت عنده صبغه خاصه وصبغه اجتماعيه خاصه، وخاصه راه ما بقاوش الانسان تشد مره في الحبس، كنبقاو نشدوا الى الابد في الحبس، حيت الانسان اللي تشد مره ملي كيشد واحد مره تحكم مثلا في الجرحه خاصو يستنى 4 سنين باش يرد الاعتبار، يعني انه ما غايخدمش. وسط هذيك 4 سنين ضروري غادي يدير جريمه، واش ما كان عنده ثاني عنده صوابق، ولا الانسان كيدخل الحبس ديك ولا كانت جنايه كيبقاو حاكمين الى الابد. يعني هاد السيد ما يخدم ما غيدير والو، سابقه مورا سابقه، امتى الناس غادي يردوا الاعتبار؟ خاص يعيدوا النظر في هاد المسائل، لان هاد المسائل الاكثريه ديال الدراري علاش كيبقاو منحرفين؟ واش عندنا من ستات دري عندي 11 عام داير جريمه قتل، ها هو تحكم، اللي تحكم راه بقى حياته كلها مدمره. راه ما يمكنش واحد اللي كيكون ما داير والو ويتحكم مره، خاص يبقى يتسنى 4 سنين باش يخدم. ما يمكنش ما تبقى عليه حتى حاجه وسط ديك 4 سنين، ولا كانت جيني 20 عام. خاصنا نردوا الامور النصابيه ونشوفوا الظروف، بان راه كتخرج على الواحد، لان الاغلبيه ديال الساكنه راه عندهم صوابق اللي منعتهم من الخدمه، ما يقدروش يخدموا، خاصهم تيفوتوا 4 سنين الا كانت جرحى. وهذا الشيء هذا هو اللي كنطالب. شكرا. وكيبان لي بان الحق غيبان في الاستلاف ان شاء الله، بناء على المعطيات اللي كاينه في هذا الملف والخروقات القانونيه ديال الحكم.
شكرا استاذ.